معقول سامر؟ لك بقول لك عامله تمي فيلر بتقلي روحي على البطيخ السهره الساعه 9؟ انت ما فيك احساس ابدا؟ شو يعني هلا سكتت انت؟ طب جاوب، بس جاوب. على فكرة انت للجلطة وحدة بوحدة. الساعة 9 بتكوني جاهزة. أحسن. احكي لي عن هديك الساعة اللي تزوجتك فيها. حمار أنا. تشرب شاي؟ ايه والله. والله بوقت نشف ريقنا. هاي ما كانت تشتغل سكرتيرة عند دكتور التجميل، والله مبين عليها صغيرة. أبصر عملت لها شي عملة وخبصت لها شي خبصة وقلها. لك هلا بتسمعك والله مبين عليها وقحة وكتير كمان. اوعى تعلقي بلسانك. لا دخيلك على هالمنخار بتضل شايلك لي على فوق. مرحبا لونا. لا لا حبيبتي مستعجلة، جيبي انتي الغراض. اوكي يلا يلا. هاي هاي، كيفك؟ منيحة. تفضلي. شو؟ كم طاولة بدك احجز لك؟ بدنا تقريبا شي 6 طاولات يعني. ايش؟ ليش كم مشتركة؟ شي 20 مرة بس كلياتهم محتاجين يا حرام. هدول شغلهم يعني؟ ايه طبعا شغلهم، لسه شغالين كثير شغلات عندي بالبيت بس انا ما نزلت لك اياهم مشان ما عدت لك اغراض. ببقى انا يوم البازار بجيبهم معي. اوكي. شبوت امك؟ ايه زوجك ايده تقيلة شوي. طيب امشي فوتي اطلعي اقعدي عندي شوي، هلا بيجي رشاد وبشوف تمك. لا يا عمري مستعجله، بعدين انا اوريدي عندي موعد بكره مع رشاد بالعياده. اوكي حبيبتي يلا باي باي.
ايه حبيبتي. حبيبي ريم حكت معي هلا قال انه بدها تمرق لعندك على عياده تعمل فيلر بتمها او هيك شيء، فاضي تحط لها موعد بكره؟ امتى ما بدها تجي؟ بفضل انها تجي الصبح. طيب اوكي، هلا بخبرها انا. باي. لقيت سيارتك تحت، فقلت لحالي أكيد لساتك بالعيادة. أنا كنت بدي لك تفضلي، بس عندي رفقاتي. ولا يهمك. انتي ليش مصورتيها؟ لحتى فرجيكي مين اللي كان عنده مبارح. بتعرفي شو؟ انا هلأ تأكدت انك بتحبي لرشاد وشفقت عليكي. هاي الصورة اكبر دليل. هلأ انا عم فرجيكي غريمتك لحتى تجي تقولي لي بتحبي؟ هي غريمتي؟ وانتي شو؟ رفيقتي يلي حاملة همي مثلا؟ فظيعين فظيعين انتو يلي بتتعلقوا بزلمة متجوز. اذا خانكم بتجنوا تتعذبوا أكتر من مرته، عن جد فظيعين. لا انتي فعلا يا مثل ما قال عنك عقلك كبير يا اما بتحبي تعملي دور الضحية دائما. لا هي ولا هي، انا بحب حالي. ونصيحة نوال، حبي حالك. ليش غيرت الموعد لبرات العيادة؟ خفت امك. ايه خف. مرتك حاسة بشي؟ تخيل تركت لي تنظيم البازار كله فوق راسي وانسحبت. لتكون عملت هيك مثلا لتشغلني عنك؟ 100 مرة قلت لك لونا ما بتفكر بهي الطريقة. وانا 1000 مرة عم اقول لك انك انت بتحبها لأم عقل كبير. حلوة تمك صار.
تحكيني عن الساعة اللي خنت فيها. نحن لحقتكم. تفضل. بس من التحليل. يلا بس ثواني. آسفة إنه مولت حالي، بس حبيت أهديكم إياها، حسيتها أحلى من القديمة. إيه بصراحة أحلى. مدام، أنا آسفة. النتيجة مولت. هلا بتشوفي بس على كيف رح تطلع حلوة. حلوة؟ جاوبي حلوة؟ حلوة ما؟ أحلى من القديمة. كثير حلوة ليكي أنا وأنا شو حلوة. ليه ما عم تجاوبيني؟ جاوبيني حلوة؟ بسوار؟ أنا كتير آسفة تأخرت على الموعد، بس زوجي هلأ لخلص شغل، تستقبلنا؟ طبعاً مدام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، منيح لحقتوني كنت طالع والله. تفضلي. أهلين مدام. تفضل أستاذ، تفضل. سيادتك. تفضل سيادتك. أهلا وسهلا. سيادتك أول مرة بتعمل بوتوكس؟ إيه الحقيقة أول مرة. ريم لعبت بعقلي وقال في كم خط هيك عاجبيني ومو عاجبينها. شوي. الحقيقة إنه المدام ريم بتحب الجمال والشباب، بتهتم بإطلالتها كتير، ويبدو إنه كمان عم تهتم بإطلالتك. وإن شاء الله تكون إيدك خفيفة. الدكتور رشاد حدا ما بيوجع أبداً، لهيك أنا مستحيل أعمل تجميلي غير عنده. ما حق المدام ريم، الحقيقة أنا ما بحب لا وجع ولا توجع. تفضل سيادتك. هلكنا ابو ربيع اليوم على طلبيه رايحه وطلبيه جايه. شو بدي احكي لك، انا موصل على البيت فرطانه، اولادي ما عم شوفهم. الله وكيلك، لولا حماتي كانت حالي بالوهم. شو نوال خانم، مالك رايحه معنا؟ لا مالي رايحه لخلص هدول، هلا بيعسقلوا وانا مانو ناقصني، هلا بيخصم لي ابو ربيع اياهم من اجرتي. اسمعي، قاعده طول النهار بطوله عم تتصفى، ما كنتي لحقتي وخلصتي؟ دخيلك، شو راح علي لحتى ألحقه؟ ما راح علي شي، خلصينا. لكن ما تنسي تقفلي الباب وراكي منيح. يلا يا بنات خلصونا، تمسينا. يلا خاطري. Thank you.
يلعن ديبة، شو جابها هلا هي؟ يلعن الساعة. على أرضي ما رديت، وهي على الموبايل ما عم ترد. شو القصة؟ خير حبيبتي، شو بك؟ شو في خير؟ مرحبا ابو لبيع. اهلين يا بنتي، اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. لك شو وين تركي ابني؟ لا تكلم، مو طاركته عند حماتي. ايه بس قلت لحالي يعني بيجي بقبض كم ليره قبل العيد مشان جيب له غرضين. ايه من عيوني الثنتين عمي. تسلم. تفضلي عمي. تسلم ايدك. عمي انا مجهز لك اياهم، تفضلي. تسلم ابو لبيع. شدي لك شغله، وهدول للصغير بتجيبي له فيهم غرض على العيد. الله يوفقك يا ابو ربيع، وان شاء الله كل سنه وانت سالم يا رب. وانت سالمه، سلمي لي على جوزي كمان. الله يسلمك، يلا السلام عليكم. الله معك عمي. باي. مع السلامه. مهوله حبيبي. انا بدي اروح لعند كارفور مشان اعمل الميك اب، مع انه ما كثير كنت حابه اروح على هي السهره. يعني أنا ما بعرف شو قصدك مع هالجماعة، كل ما بدنا نسهر معهم بتتزمر. لك لا مو هيك، بس إنه مرته كتير ثقيلة، يعني شو ما بعمل تجميل بدها تقلدني. إيه كنتي لا تدليها على دكتورك. أها كأنه رايح الفيلر عن شفافي. على كل هيك أحلى، لا عاد تنفخيه. شو؟ كيف ملاقي الوضع؟ ممتاز، مشعرك كتير قوي. بس الجرعات كتير عم بتتعبني. يلا هانت، هي آخر جرعة. شو عرف؟ إحساسي. إحساسك؟ إيه. يا خوفي إحساسك يخونك. لونا، قديش بيقولوا انه احساس المرأة بيكون كتير قوي؟ صدقيني انه الرجال احساسه اقوى كتير. ممكن رشاد؟ كم مرة خنتني؟ انا عن جد عم اسألك. على قد الإبر اللي غزيتك ياهم براسك، هل أدخنتك؟ على فكرة أنا بحبك كتير كتير كتير، ما رح أحب حدا مثلك، تصدقيني. إيه بعرف إنه مع كل كذبك رح توصلني الحقيقة المرسومة إلنا، وإنه كل قصة لازم تقفل عندي وعندك، لأنه أنا وإنت خلقنا والحب اللي بيناتنا لنكون بس وحدنا ولبعض.